عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي لغات. Hello our best student، مرحبا بكم في مراجعة مادة الساينس للصف الثالث الإعدادي لغات. هنتكلم إن شاء الله مع بعض من أول يونت 1. نبدأ كده في الريفيجن على يونت 1. عندنا يونت 1 فورس اند موشن، اللي هي بتتكلم على موشن ان 1 دايركشن. عندنا موشن يعني change of object's position، يعني المكان او الموضع بتاع الجسم يحصل له change as time passes according the location of another object. ولازم اللوكيشن بتاع another object اللي انا عايز اعرف انا بالنسبة له بكون بتحرك ولا لا، الاوبجكت لازم يكون static او at rest، زي عمود النور او زي البيت. لو انا ببعد عن البيت يبقى انا كده بعمل ايه؟ موشن. يبقى الموشن it is a change of object position. اول لما اشوف الترم ده على طول اقول اللي هي موشن. عندنا the path of moving object maybe، ممكن الباث بتاع الموفينج اوبجكت maybe straight line، ممكن يكون اتحرك في straight line or curved line or combination of each، يعني يكون مشكل من شوية يمشي في straight line وشوية يمشي in curved line، دي معناها combination. Simplest type of motion، ودوت من الحاجات اللي بتيجي في اللي choose كتير. The simplest type of motion، motion in straight line in one direction، ان انت تتحرك في straight line ولازم تكون in one direction. بعد كده عندنا give reason train motion is considered from motion in one direction، او المترو is considered from motion in one direction. يبقى اقول له because it moves، لان الترين ده بيتحرك forward or backward، للأمام أو للخلف، but isn't it doesn't move upwards or downwards، هي بتكون يا إما forward or backward بس مش بتكون upward or downward. عندنا بعد كده لما أجي أتكلم على comparison between two motion of objects، يعني لو انا عايز عندي جسمين بيتحركوا عايز اشوف الموشن بتاع كل واحد فيهم مين الاسرع، يبقى انا هتكلم على ترم جديد وهو السبيد. السبيد اللي هي بمعنى السرعة. لو جيت اتكلم على السبيد مع بعض هنقول السبيد دي عبارة عن physical quantity which is used to describe the measure the motion of object. طب يا مستر لو جالي definition في الامتحان اكتب ده اقول لك لا، ممكن نسهلها على بعض ونقول it is the distance moved through a unit time، يعني الديستانس اللي انت هتمشيها في اليونت تايم اللي هي ايه الوحده اللي بنقيس بيها التايم اللي هي برافو عليكم السكند. يبقى it is the distance through unit time، يعني الديستانس اللي انا همشيها in one second. طيب وعارفين مشهور جدا اللو اوف سبيد اللي احنا عندنا ان ال v equal d over t، ان ال v equal d over t. من هنا لو انا قدرت اعملها بالشكل ده او شكل تراينجل، لو انا عايز زي ما احنا عارفين ال v هقول d over t زي ما انت قلت دلوقتي يا مستر. طب لو انا عايز الديستانس هقول هتبقى ال velocity times a التايم. ولو انا جيت سألتك وقلت لك write the scientific term the product of velocity and the time or velocity by the time، لما انت تضرب ال velocity في التايم دي تديني على طول ال distance. وطبعا واحنا بنراجع مع بعض في lesson 3 هقول لك الفرق بين كلمة velocity وكلمة ايه speed. عندنا give reasons the object speed increase as time decreases، يعني لما التايم يحصل له decrease او لما التايم يحصل له decrease يعني يقل،
هلاقي ان السبيد بيحصل لها ايه؟ انكريس. طب هل يا مستر في حاجة تانية تقدر تزود السبيد؟ لو الديستانس حصل لها انكريس، يبقى انا بتكلم ان انا عندي السبيد يحصل لها انكريس في حالتين، لما التايم يحصل له ايه؟ ديكريس. لما التايم يقل تقول لي فعلا يا مستر لما بنعمل حاجة بسرعة ما بناخدش زمن كبير، بناخد وقت ايه؟ قليل. ونفس الكلام السبيد تبقى كبيرة لما الديستانس تكون كبيرة at the same time. يعني احنا هنعمل ريس كده، هنسابق بعض وكل واحد هيمشي، واحد مشى 100 متر وخدهم in 10 seconds، واحد تاني مشى 10 متر in 10 seconds، يبقى في نفس التايم اللي مشى ديستانس اكبر هو اللي السبيد بتاعته ايه؟ تكون كبيرة. ليه بقى؟ ليه لما التايم يقل السبيد تزيد؟ وليه لما الديستانس تزيد السبيد هي كمان هتزيد؟ لان تقول لي يا مستر هنا inversely relation، اما هنا في حالة الديستانس هي direct relation. يعني كل ما دايركت هي لما يحصل increasing للديستانس السبيد يحصل لها increasing، وهنا التايم inversely relation يعني كل ما التايم decrease السبيد برضو يحصل لها increase. نشوف مع بعض سؤال برضو من اللي احنا قلناه. قلنا give reason speed increase by increasing the distance، هتقولي عشان هي directly proportional with a covered distance، عشان هي directly proportional علاقة طردية. اما في حالة التايم قلنا ان هي inversely proportional او inversely relation يعني علاقة عكسية في حالة التايم. What's meant by؟ أسئلة What's meant by؟ What's meant by؟ زي ما بقول دايما الشباب لما يكون عندي What's meant by فيها value واحدة أو رقم واحد أنت بتعتبرها كdefinition، بتقول الdefinition أو التعريف. لما يكون عندي فيه two values قيمتين أنت بتتعامل معها كأنها problem، مسألة تحلها على سنة مسألة. لو جيت بصيت مع بعض What's meant by train covers distance of 240 كيلومتر in 2 hours. في الحالة دي يا مستر تقول لي انا عندي two value، عندي هنا الدي وعندي هنا التي. يبقى في الحالة دي هتعامل معاها كأنها ايه؟ problem speed. هقول this means that the speed equal، وهعمل ايه؟ هكتب هقول له ان the speed equal the distance by the time، the distance equal 240 over the time اللي هو equal to، تطلع equal 120 كيلومتر per hour، كيلومتر per hour. الطلبة الشاطرة بقى لو عايزين نفتكر مع بعض ازاي نقدر نحول الكيلومتر per hour to meter per second. لو عايز احول الكيلومتر بير اور تو متر بير سكند تقول لي مستر اعمل تايمز 5 اوفر 18، يعني همسك ال 120 تايمز 5 اوفر ال 18 وهو ده هتبقى قيمة السبيد بتاعتي بالمتر بير سكند. بعد كده عندي a car moves with speed equal 150 كيلومتر بير اور، هنا عندي فاليو واحد. طالما عندك فاليو واحد يبقى تقول الديفينيشن بتاع السبيد. يبقى هقول this means that، في اول ال what's meant by ببدا بالكلمه دي this means that، يعني ده معناه ان ال cars moves a distance 150 كيلومتر in 1 hour، يعني الديستانس اللي هي مشيتها في التايم اللي هي بتاخده. The speed of car equal zero،
معنى ان هي equal zero يبقى the car is at rest. At rest يعني ساكنة مش بتتحرك. طيب نشوف البروبلمز المختلفة معنا. Problem number one بيقول لي calculate the speed of runner who run 240 meter in 1 minute. طبعا يا مستر احنا لو هو كان عندي الديستانس بالكيلومتر والتايم بالاور انا كده هشتغل عادي والناتج اللي هيطلع عندي هيبقى كيلومتر بير ايه بير اور مفيش مشكله. انما خلي بالك لو هو كان عندي بالميتر يبقى انا لازم التايم يكون بالايه برافو بالسكند لازم اخلي التايم بالسكند. طبعا احنا عارفين ان 1 مينيت ايكوال 60 سكند ايكوال 60 سكند. لما بتيجي تحول من المينيت عايز تخليها بالسكند يبقى هعمل تايمز ايه 60. لو كانت 1 مينيت يبقى 1 تايمز 60. لو كانت 2 مينيتس يبقى 2 تايمز 60 وهكذا. عندي هنا التايم خليته ب 60 والديستانس بالمتر عشان اليونت تطلع لي بالمتر بير سكند. عندنا شباب find the distance covered by a car speed of 20 meter per second and the time equal 20 seconds. طب انا دلوقتي عايز اعرف ال distance. طيب تبص للترينجل اللي احنا كنا بنعمله وفوق ال D وهنا ال T وهنا ال V. في الحالة دي لو انت عايز ال D يبقى ال V times ال A ال T ال V times ال T. يبقى هقول 20 times 20. احنا اهم حاجة اتأكد ان انا عندي دي بالمتر بير سكند ودي بالسكند خلاص يبقى اشتغل عادي. يبقى 20 times 20 تطلع equal a 400 meter. بعد كده لازم تكون عارف ان الصورة اللي قدامنا ديت هو دوت السبيدوميتر والسبيدوميتر هو الديفايس اللي انا بقدر اقيس بيه السبيد بتاعت الكارز والبلينز. طبعا الطريقة بتاعت التحويل لسه قايلينها ان انا عايزين احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند اعمل تايمز 5/18. لو العكس يبقى انا هقلب الكسر هجيب الانفرس يعني بتاعه يبقى هكتب 18/5. يبقى احنا ممكن نلخص المعلومة دي بالشكل ده. نقول هنا لو انا عندي الكيلومتر بير اور عايز اخليه بالمتر بير سكند قلت هعمل تايمز 5/18. لو انا عايز اعمل تشينج العكس يبقى انا المتر بير سكند عشان اخليه بالكيلومتر بير اور هعمل 18/5 وعشان ما تتلخبطش هحفظ واحده وتبقى الثانيه عكسها. احفظ واحده اللي فوق والثانيه تبقى عكسها. او اقول ان انا لو رايح للصغير اللي هو المتر اخلي الصغير فوق تمام. لو رايح للكبير اللي هو الكيلومتر يبقى اخلي الكبير تحت اللي هو ال 18. بعد كده نتكلم على kinds of speed. عندنا kinds of speed انواع السرعات اللي عندي regular speed او uniform speed اللي هي السرعة المنتظمة. عندنا irregular speed او non uniform speed اللي هي السرعة الغير منتظمة. اول حاجة ال uniform speed دي عبارة عن speed cover equal distance in equal a periods of time equal distance in equal periods of time. يبقى عشان دي ممكن تجي لك comparison أو it is the change of object position by equal distance at equal periods of time. regular speed يا جماعة أقدر أجيبها من الريليشن العادية خالص بتاعتنا اللي أنا عارفها. What's meant by the object moves at regular speed equal 400 km per hour. معنى كده ان الاوبجكت ده
cover 400 كيلومتر each hour. كل ساعة بيمشي 400 كيلومتر. يبقى this means that the object covers 400 كيلومتر each 1 hour. طبعا البروبلم اللي عندنا احنا لسه حالين زيها. طيب في فكرة تانية اللي هي بتاعت التايم. لو انا عايز احسب calculate the time needed، عايز احسب الزمن اللازم عشان object يتحرك مسافة معينة. For a body moves at regular speed equal 50 kilometers per hour to cover distance of 500 كيلومتر، عشان يمشي 500 كيلومتر. في الحالة ديت لو انا عايز احسب التايم هيقول لي احسب التايم. خلاص هحط التراينجل بتاعنا، وعندي ان هنا الدي وهنا التي وهنا الفي. التي ايكوال دي اوفر الفي، دي اوفر الفي. الدي مدهاني 500 والتايم والسبيد سوري بيدهاني ب 50 كيلومتر بير اور. يبقى انا اقدر احسب التايم. وطبعا عشان انا مستخدم التايم كان في كل واحده هنا بالاور، يبقى انا اقدر احسب التايم هيطلع لي بايه بالاورز. لو هو عايزه بالسكندز بعد ما انت حسبته الفاليو ديت تقدر تعمل لها تايمز 3600 عشان تخليها بالايه بالسكندز. بعد كده نتكلم على irregular speed او irregular او non-uniform speed. ال irregular speed او non-uniform speed it is the change of object position. يبقى لازم المكان ان ال object يتحرك او يتغير عشان يبقى هو moving object. It is the change of object position، الموضع بتاع الجسم لازم يتغير. by unequal distance at equal periods of time، by unequal distance through equal periods of time. أو ممكن أنا أعكس أقول by equal distance at unequal periods of time، أو إن أنا أحط ال unequal يا إما على التايم قبل التايم، أو أحط ال unequal قدام الإيه الdistance. طب يجي واحد يقول لي مستر ممكن اخليها unequal في الاثنين، اقول له غلط ما ينفعش، لان انت ممكن تغير الdistance وتغير التايم، ولما تيجي تحسب السبيد هنا والسبيد هنا يطلعوا ايه equal. فانا عشان اقول irregular اغير ايه، احط unequal يا اما للتايم يا اما unequal للdistance عشان يبقى واحدة منهم بس هي اللي بتتغير. بالتالي انا اقدر احسب طبعا طالما السبيد دي variable متغيره، اقدر احسب كونسبت جديد بقى اللي هو الافريج فيلوسيتي او الافريج سبيد. الافريج سبيد اللي هو total distance over total time، وهي هو ده الديفينيشن بتاعها. it is total distance moved through total periods of time. الافريج سبيد رمزها ال v dash equal d total over t total. ولو جينا بصينا على الديفينيشن بتاع الافريج سبيد هقول it is the total distance covered by moving object divided by the total time taken to cover this distance. What's meant by هقول average speed equal، هقول برضو نفس ال definition total distance divided by total time equal ال value اللي موجود عندي. طيب انا عايز اعرف بقى ان امتى ال v equal ال v dash. ال v equal v dash لما يبقى ال object اللي عندي moving by regular speed. طب لو انا قلت لك ان ال v don't equal v dash تقولي العكس يا مستر، يبقى معنى كده ان ال object ده ماشي ب irregular speed، ماشي ب irregular speed او non uniform speed. يبقى لو جاب لي دي في الامتحان اعرف ان هي
هقول له irregular speed. لو جاب لي دي تعرف اللي هي irregular او uniform speed. هنتكلم دلوقتي على الريلاتيف سبيد. الريلاتيف سبيد the person standing on the side of the road. هو دوت بنسميه مين؟ الأوبزرفر اللي هو المراقب. الأوبزرفر هو سواء كان standing on the side of the road زي عسكري المرور، أو لو كان المراقب دوت in car سواء هو كان واقف مكانه او سواء هو راكب عربيه تانية وماشي سواء ورايا او جاي against direction في عكس الاتجاه. عايزين نعرف ازاي نحسب ال relative speed بتاعت الاوبجكت ده. ال relative speed عباره عن ايه؟ عباره عن speed of moving object relative to observer. يبقى في الامتحان عيب ان هو يقول لك relative to observer وانت متعرفش الكونسبت بتاعها، هتبقى اسمها relative speed. هي ال speed of moving object relative to another object اللي احنا بنسميه ال observer اللي هو المراقب. طيب طبعا احنا عارفين ان طريقة الحساب بتاعت ال relative speed تعتمد على ال state of observer، حالة المراقب هو سواء كان static او at rest يعني، ولا كان ال observer moves. لو هو static يبقى اقول ال relative speed equal real speed. الكلام ده لو انا بحسب ايه؟ ال relative speed. طيب لو كان moves هشوف الاول هو in same direction ولا in opposite direction. لازم اركز، ما اشوفش ان هو moves وخلاص، لا لازم اركز هل هو in same direction ولا in opposite direction. لو كان in same direction يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ minus ال v2 minus ال v1. طب لو كان in opposite direction يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ بلس ال 2 سبيدز اللي عندي هعملهم ايه؟ بلس لو opposite direction. تنبيه مهم جدا، لو هو طلب بقى في الحالات اللي جاية دي عايزك تحسب الريل سبيد مش الريلاتيف سبيد. لو عايز بقى الريل سبيد، لو هو طالب الريل سبيد في الحالة دي، لو كان at least كده كده الريلاتيف ايكوال ايه؟ الريل سبيد. طب لو كان in same direction، لو كان in same direction يبقى في الحالة ديت هعمل ايه؟ بلس. تقول لي يا مستر انت مش لسه قايل لي in same direction بعمل minus؟ ده في الحالة لو انا بجيب ال relative speed. طب هنا هو مديني ال relative وعايز المطلوب ال real speed، يبقى لو عايز ال real speed بعكس القانون بتاع ال relative، يبقى هعمل هنا بلس وهعمل هنا minus لو كان opposite direction. يلا نشوف كده problem على الجزء ده. يقول لي the relative speed of moving object to can observer equal to an observer equal its real speed. This means that the observer is at rest. يعني ال relative speed لل moving object equal the real speed امتى؟ هتقول لي this means that ان ال observer at ايه؟ at rest. ليه؟ عشان لقيت ان ال relative speed equal the real speed. Problem number 2 يقول لي the relative speed of object equal 70 كيلومتر per hour to the observer equal 100 كيلومتر per hour. دلوقتي انت عايز تحسب ايه يا مستر؟ انا عايز احسب الريل سبيد. طالما عايز تحسب الريل
يبقى هتقول اللي هعمل بدل ما انا كنت in same direction، لو هم كانوا ماشيين in same direction لا انا هبدأ اعكسها اخليها in opposite direction، او اعتبرها هو قال لي in opposite direction، يبقى انا بدل ما كنت هعمل plus هعمل ايه minus، يبقى اقول 100 minus 70 تطلع equal 30 meter per second، يبقى الكار دي فعلا ماشية ب 30 متر بير سكند لان انا كده جبت الريل ايه سبيد. يبقى اقول له ذا موفينج اوبجكت او ذا كار اللي عندي السبيد بتاعتها ايكوال ايه ايكوال 30. جيف ريزن ذا موفينج كار سيمز ستيبل تو انذر اوبزرفر موفز ويز ذا سيم سبيد اند سيم دايركشن. هنا بقى لو انا عايز احسب الريلاتيف سبيد، مش الاثنين in same direction وin with same speed، لو انا افترضت ان السبيد بتاعت الاولاني 100 وعشان same direction وانا بجيب الريلاتيف اعمل minus minus 100 هتطلع equal 0. يبقى تقول لي because the relative speed equal 0، مش لازم اكتب له امثله.